سيادة الرئيس، كنا شفنا الحكومة في أحد اجتماعاتها تناولت مقترح لتعديل الجنسية. هذا المقترح هذا أثار يعني جدل واسعا في الساحة الوطنية. هل وكنا شفنا أنه لم يحل يعني على مجلس الوزراء، أين مصير هذا القانون اليوم؟ لا لا لا، المسار تاعو توقف لأسباب سوء تفاهم وسوء فهم، اللي ربما يؤدي بعيد. ولكن سحبنا الوقت الظرف، لأن اعتبرنا أن أقلية الأقليات ما تدفعناش إلى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين. كان الوقت راه سحب لأن تأولت تأويلات أخرى. احنا الجزائر قابلة ازدواجية الجنسية وكان عندهم ثلاث جنسيات. نعتبر أن من المفروض من تكون روح وطنية وإنسان يعني يحترم العائلة نتاعو ويحترم الأصول نتاعو، هل هاد الجنسيات تكون فيها شيء إيجابي بالنسبة للوطن وبالنسبة كما شفنا بعض الجنسيات بعض الدول الأوروبية مزدوجي الجنسية واش يجيبوا البلاد هما واش كذا. ماهيش ما نعتبرهاش ذنب ولا باش نناقب. لا كاين اللي الظرف خلاته يطلب جنسية أخرى، كاين وكل واحد ولكن حنا المساس بأمن الدولة بس. ده ربما ندافعوا على أمن الدولة بصفة أخرى.